الجمعيه في كردستان ولوضع حد للجريمه البشعه التي ارتكبتها جهاز الفاراستن التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني في وضح النهار لخنق اصوات الحريه في كردستان. اسمحوا لي ان اقرا عليكم بيان منظمه الخارج للحزب الشيوعي العمال العراقي حول قضيه اغتيال الصحفي والطالب سردش عثمان. لجنة تحقيق البارزاني حول اغتيال سردش عثمان لجنة لإخفاء الحقائق يجب إيقافها فورا. نشرت يوم أمس لجنة التحقيق التي شكلها مسعود البارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني حول اغتيال الطالب والصحفي سردش عثمان بيانا أكدت فيه أن سردش عثمان تم تصفيته من قبل جماعة إرهابية بعد أن وعدها بالعمل لصالحها ثم تراجع عن تسليم مهمات أسندت إليه. إن اللجنة التي تم تشكيلها من قبل زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني هي لجنة حزبية بحتة من أمراء ومدراء الجهاز الأمني سواء كانوا في مديرية الأمن التابعة للحزب الديمقراطي في أربيل أو من الجهاز الأمني السري فاراس الخاص بالحزب. إن هذه اللجنة شكلت من قبل زعيم الحزب بعد اعتراضات واحتجاجات جماهيرية في كردستان العراق وعلى الصعيد العالمي. هذا من جانب، ومن جانب آخر شكلت اللجنة على الرغم من المطلب الجماهيري الواسع ومطالبة عائلة سردش بتشكيل لجنة مستقلة محايدة، وكانوا على حق لأن ما توصلت إليه اللجنة عار من الصحة تماما، وهي تهم ملفقة بفقيد ليس على قيد الحياة حاليا ليدافع عن نفسه ضد هذه التهم الخطيرة التي وجهت إليه من قبل تلك اللجنة. إن هذه اللجنة تريد خلط الأوراق وإبعاد الأنظار عن المجرمين الحقيقيين وتحويل القضية لصالح الحزب المسؤول عن كافة الشؤون الأمنية والإدارية والاقتصادية والحكومية والتربوية والجامعية وفي مدينة أربيل. إنها ليست لجنة للتحقيق في قضية سردش، بل إنها محكمة الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد جماهير كردستان والتحرريين كافة. إنه حكم إعدام على الموتى. إن التهمة التي وجهت إلى سردش عثمان من قبل لجنة البارزاني هي ليس لإعدام سردش في خبره فحسب، بل عصا غليظة ضد كل المحتجين والمعترضين على سلطة الحزب الديمقراطي وضد كل المحتجين والمعارضين والمخالفين لنتائج هذه اللجنة سيئة الصيت. لأن كل من يعترض توجه له تهمة المشاركة مع أنصار الإسلام أو التعاطف مع الإرهابيين. بعد أن فقدت حيلة وتهمة الطابور الخامس طريقها لقمع الاحتجاجات في كردستان، وهذا هو قصده من جانب. يهدف الحزب الديمقراطي من خلال هذه اللجنة إلى توجيه اتهامه إلى أنصار الإسلام من جانب آخر. ليكن إن أنصار الإسلام هي جماعة إرهابية قامت بهذه الجريمة، ولكن سردش عثمان تعود له صلة بهذه الجماعة الإرهابية تدل على غباء اللجنة ومن وقف وراءها. لأن سردش عثمان شخص معروف سواء كان في وسط طلبة الجامعة في أربيل أو من خلال كتاباته أو تاريخ عائلته الكريمة بكونه بعيدا كل البعد عن هذه التوجهات وهذه الصفات. إن نتيجة تحقيق هذه اللجنة برهنت مرة أخرى على مهزلة العدالة والمؤسسات العدلية في كردستان العراق، وخصوصا مهزلة فصل السلطات فيها. إنها لجنة ميليشياتية بحتة. يجب وقف هذه المهزلة. إنها سيناريو من سيناريوهات أفلام هوليوود التي اخترعتها هذه اللجنة ضد سياسة مدروسة للحزب الديمقراطي الكردستاني. يجب وقف عمل اللجنة فورا وإعلان لجنة محايدة ومستقلة مكانها. إن نتائج هذه اللجنة بينت حقيقة اجتماعية سياسية، وهي أن الحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة الفوذي في أربيل ودهوك لا يقبل إلا بكتم الأفواه وسحق كل من يخالفه ويعارضه. وهذه هي رسالة اللجنة سيئة الصيت إلى أهالي منطقة الفوذي. تدعو منظمة الخارج للحزب الشيوعي العمال العراقي كافة التحرريين والتقدمين والأحزاب السياسية في أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا والمنظمات الدولية والشخصيات السياسية للضغط على الحزب الديمقراطي ورئيسه من أجل أولاً إلغاء هذه اللجنة فوراً، وثانياً إحالة أعضائها إلى اللجنة المحايدة
بتحقيقي معهم حول التهمة الموجهة إلى سردش عثمان، ثالثا تشكيل لجنة مستقلة ومحايدة وكشف المجرمين الحقيقيين. منظمة القائد للحل مشكل عمان العراقي. لا للقمع الحريات السياسية في كردستان، لا للقمع الحريات السياسية في كردستان.